السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال واحد النبات اللي هو قاتل موجود متاح في جميع المنازل، ممكن أنكم تعطيوه للأرانب ديالكم ويعني بكل بساطة أنكم غادي تخلصوا منه. يعني حضروا من هذا النبات الخضر، وحقها خضرة غادي نوريكم أشنا هي. قبل ما نهضروا على هذا النبات، بالنسبة للناس اللي بغوا يبقوا يعطيوا الأرانب ديالهم يعني النباتات والخضر يعني طريقة، وهي راني واحد السيرو هضرت عليه وهو هيبارينول. هذه غير يعني كفكرة يعني دايزة. المهم أنا أعطيتهم هذاك الدواء، ودابا راني كنعطيهم نباتات خضراء يعني غير تكون مجففة مزيان. ممكن أنكم تعطيهم بحال هكا خص اللي غادي يشيط عليكم الاقامه، انت كما كتشوفوا هذا الكرومب حتى هو ما يدير لهم والو، القشور ديال المطيشه انتما كما كتشوفوا. الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، وهي بكل بساطه ما غاديش نطول عليكم بزاف، وهي البصله. هذا القشور ديال البصله، هذا البصله الخضاريه، حنا كنقولوا البصله الخضاريه كتكون طويله. هذا البصله الخضاريه راه شحال من واحد يعني ما عرفش الارانب ديالو علاش ماتوا. كونوا متاكدين هذه البصله الا مشاو تاكلوها يعني راه مباشره كيبقاو يغوتوا. اولا كيبقى تسمع واحد الغوت يعني كانك يعني عطيتيهم شي سم. الله يسر. حذيو من هذه البصله يعني كما واخا تكون غير الريحه ديالها في الماكله ما تعطيوها لهمش. قشور ديال البصله هكا يعني الخضاريه، كاينه البصله اللي كتكون مكركبه هكا هذيك. يا عموما البصل ما كيتعطاش يعني مباشره، كاين طرق يعني بالنسبه للناس اللي كيربيو الارانب في فصل الصيف. كاين الثومه والبصله، هادو ممكن انكم ديروهم لواحد كل لتر غادي تخلطوهم معاهم، ديروهم في المولينكس وتضربوهم بالخلاط يعني مولينكس، كتعطيوهم هذاك الماء ديال البصل ماشي البصل مباشره. هذاك كيطيح لهم درجه الحراره حتى لخمسة درجات، يعني الا مشيو تعبرتوا لهم درجه الحراره كتلقاو ان درجه الحراره كتولي عندهم مزيانه. والثوم راه معروف هذاك راه مضاد حيوي مزيان. اما بالنسبه باش تعطيهم القشور ديال البصله يعني مخلطين مع 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 الخضار اللي كتشيط عليكم، هذاك الدواء هيبارينول غادي يخليهم ما يمرضوش يعني بالامراض المعويه مزيان. ولكن بالنسبه الى عطيتيهم هذا القشور ديال البصله كما كتشوفوا هكا، راه هذا قاتل. كونوا متاكدين هذا راه قاتل. انا كنعاودها وكنعاودها، الناس اللي كيقول لك لا راه كنعطيهم بصله، هذيك القشور ديال البصله ممكن انكم تخلطوه لهم مع الماء وتصفيوه، تعطيهم غير الماء ديالو، ما تعطيهمش قشور البصله. يا عباد الله راه قاتل قاتل قاتل. هذه يعني وقعت لي في البدايات ديالي، ما كنتش كنعرف سنين من الله بديت، كنت عاد صغير وكان عندي واحد الجار كيعطيني هكا اذا كان شي حاجه مثلا خبز كارم كيخليه لي. مره كيجيب لي واحد الاناء عامر بشي قشور كيقول لي هكا اعطيه للارانب. انا كنت كنعطيهم اللي كان يعني اي حاجه كنعطيها لهم. كانوا عندي واحد القطع كله مشالي في نهار واحد، تخيلوا ان نهار واحد مشى القطع كامل. اذا هذه نصيحه خذوها من عندي، ما تعطيوش الارانب ديالكم القشور ديال البصل او البصل، وخصوصا هذيك هذه البصله من هذا النوع اللي كتكون طويله، يعني كتكون هي طويله هكا، كتاخذوا نتوما جزء اللي غادي يتكال وهذا كترميه وكتقولوا غادي نعطيو للارانب هكا يعني القشور ديال الخضر. القشور ديال الخضر حيدوا هاد واخا الريحه قلت لكم ديالهم ما تكونش، انا هادشي غادي نرميه. هادشي واه ممكن انني نعطيه لهم. انتم كما كتشوفوا القشور ديال البصل يعني ممنوع بالنسبه للارانب. اللهم اني بلغت، لان هاد الموضوع هذا راه شحال من واحد كيغلط وكيضيع الارانب ديالو. قلت لكم ما بين ليله ونهار كيمشي القطع كامل. كونوا متاكدين ان القشور ديال البصل راهم كسم بحال لي السم كتعطيوه الارانب ديالكم. كاين عاوتاني
نهضروا على حوايج اخرين، كاين القزبر حتى هو كيقتلهم، كاين هذا البصله اللي هضرنا عليها، وكاين القرعه البسيبسيه اللي كتستعملوها في الكسكسو نهار الجمعه، كتكون في هذا الحجم، كيقولوا القرعه البسيبسيه، ماشي القرعه الحمراء، وانما القرعه البسيبسيه كتكون تقريبا فيها واحد الشبر، هذيك القشور ديالها عاودي نفس تعطيته للارانب راه كيضرهم، ولكن كيضرهم مع المده. عندك القشور ديال البصله وال يعني القزبر هادو كيطيحوهم في البلاصه كيبقاو مساكن كيغوتوا كانهم كلاو شي سم. اذا ما نطولش عليكم، يعني الرساله راه واضحه، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.